يسأل الأخ عن مسألة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. ما توجيه هذا الحديث؟ هذا الحديث أولا هو من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ويجب الإيمان بها، وثانيا أن المقصود هنا نفي الإيمان الكامل، وليس المقصود نفي مطلق الإيمان، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره إيش؟ بوائقة. هل المقصود لا يؤمن أنه كفر؟ أي لا يؤمن الإيمان الكامل. ومنه قول الله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي لم تؤمنوا الإيمان الإيش؟ الكامل. ونظائر هذا كثيرة. فالمقصود أنه عندما يقارف هذه المعصية فإن إيمانه ناقص، والإيمان ينقص حتى يكون أقل من الذرة، ولذلك يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فالإيمان ينقص، يزيد وينقص، كما دلت الأدلة الشرعية على ذلك. فهذا الحديث يجرى كما تجرى الأحاديث الأخرى التي فيها نفي الإيمان، فالمقصود به عن المؤمنين المقصود نفي الإيمان الكامل، نفي الإيمان الكامل، وليس المقصود نفي الإيمان بالكلية. نعم.